نهايتها عربيا في تونس وشملت كذلك الإمارات والبحرين ومصر لتثير ضجة في كل محطة توقفت فيها، أو بالأحرى توقف هو فيها. الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يخرج في أول جولة عربية في الطريق إلى الأرجنتين، وبعد العاصفة التي أحاطت ببلاده وبه هو نفسه عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي. السعودية تقول إن هدف الجولة هو التعاون والتواصل مع الدول الشقيقة وإعادة ترتيب تحالفات المنطقة والتوجه إلى قمة العشرين بموقف عربي موحد. معارضو الزيارة تظاهروا ضدها ويرون أنها مجرد محاولة لتبييض سجل محمد بن سلمان الدامي في اغتيال قضية خاشقجي، كما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين نصاً حيث كان الاحتجاج على أشده. ما هدف جولة بن سلمان وهل تم تحقيقه؟ هذه نقطة خبر جديدة. أنا محمد عبد الحميد. وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة، على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. الاختيارات مفتوحة أمامكم، اختاروا الوسيلة الإلكترونية المثلى أو الطريقة التي تفضلون أن تتواصلوا مع نقطة حوار عبرها. كل الوسائل، كل الأسئلة يتابعها أحمد عبد الرازق منذ الصباح. أحمد، أهلا بك يا محمد. لا تكاد التعليقات تتوقف محمد في حوارنا اليوم، وهي مستمرة على صفحاتنا منذ بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام جولته في عدة دول عربية. لدينا اليوم تعليقات قوية وتذهب إلى اتجاهات عدة، أبرزها لماذا جاءت هذه الجولة في هذا التوقيت، ثم لماذا كان واضحا هذا التباين في الحراك الشعبي تجاه الزيارة بين تونس من جانب والدول العربية الأخرى التي زارها ولي العهد السعودي من جانب آخر. وسنعرض لكل تلك الآراء خلال برنامج، كما نعرض أيضا للمواجهة الدائرة بين معسكرين على تويتر كالعادة. سأطرح كل هذه الآراء إذن يا أحمد، سأعود إليك أيضا إذا وردت آراء أخرى لكي نتابعها عبر البرنامج. شكرا جزيلا. لكن أنا أيضا مع مجموعة من المتصلين، أبدأ مع باسم يتحدث من البحرين، والبحرين واحدة من المحطات التي زارها محمد بن سلمان. يا باسم أهلا بك، كيف ترى هذه الزيارة؟ ما الهدف من ورائها تعتقد؟ أنا حقيقة أول شيء أشكركم على الاستضافة أستاذ أحمد. هي أعتقد أن السعودية كان كافي لشرح أسباب زيارة الأمير سلمان، الأمير محمد بن سلمان إلى العواصم العربية الأربعة اللي زارها، وأعتقد أن تأتي في وقت مهم جدا. إذا لاحظت أنه هو زار الإمارات والبحرين ومصر، وهذه تعتبر دول مشاركة السعودية في مقاطعة قطر بالنسبة لأزمة الخليج، وأعتقد أنها هي يعني فرصة للتباحث بشأن هذا الموضوع اللي المفروض أنه يكون طال بعض الشيء على طريق حله. لكن بعض المحطات التي زارها حدث فيها اعتراض كبير لقدومه إليها على رأسها تونس مثلا، والسبب الرئيسي كان الجدل الكبير الذي صاحب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وما ربط فيه البعض شخص محمد بن سلمان نفسه بتلك القضية. هل تعتقد أن الزيارة يمكن أن يكون أيضا من أهدافها فكرة تغيير هذه الصورة أو هذا الربط الذي قام به البعض ما بين شخص بن سلمان وهذه القضية بالمجمل؟ لا أبدا، هو الأمير محمد بن سلمان ليس محتاج أنه يبيض صورته في مقابل ادعاءات لم يثبت أدناها، لم يثبت أي مساس بشخص الأمير محمد بن سلمان. هناك هذا قضية مقتل خاشقجي الله يرحمه كانت قضية عرضية، وهي تعتبر جنائية، ودائما القضية الجنائية يكون مسؤول عنها الأشخاص أو الشخوص اللي ارتكبوها، وأعتقد أن التحقيقات كانت سارية بشكل طيب في هذه المسألة، ووجه النائب العام السعودي وجه أصابع الاتهام إلى 4 أو 5 أشخاص منها، ومجريات التحقيق ماشية مثل ما أي قضية ثانية عابرة. وفي البحرين من حيث تتحدث، هل كان هناك اتساق ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي فيما يتعلق باستضافة بن سلمان، ولا كان هناك خلاف؟ نعم نعم
لا، الأمير محمد بن سلمان بالعكس يعني قوبل بحفاوة رسمية وشعبية واسعة. أصلاً إذا شفت أنت لاحظت من زيارته البروتوكولية كل رؤساء الدول بما فيهم جلالة الملك في البحرين هو اللي سعى إلى استقباله، وأعلن ذلك الديوان الأميري. ثم أن كان في من ضمن برنامج الزيارة كان افتتاح الخط الاستراتيجي لنقل النفط من السعودية إلى مصفات البحرين، وهذه يعني مشروع عمره 45 سنة. الآن افتتح الشق الجديد للمشروع هذا. طيب باسم، شكرا جزيلا. لا، في نقطة أريد أضيف مسألة المعارضة وخروج خروج خروج بعض الأصوات في تونس على وجه الخصوص. يعني أنت ما يخفى عليك أن في أصابع تحرك القضية شعبيا وتحرك عواطفها شعبيا، ولا لابد ان في يعني دول معروفه اقليميه تؤلب على هذه القضيه وعلى شخص. الى من تشير يا باسم؟ لان مع اضافتي من تونس لاحقا ربما اطرح على هذا السؤال، لمن تشير تحديدا؟ هو شوف، اعتقد بشكل واضح يعني تركيا ابدعت في محاوله تجهير القضيه هذه الى شخص الامير محمد بن سلمان، وكانت واضحه في ادوات بالنسبه لجهات اعلاميه مثل الجزيره وربما قطر حتى وراها بشكل رسمي. طيب باسم، شكرا جزيلا على المشاركة معنا. كما ذكرنا وكما حتى اتضحت من بعض الصور التي عرضناها الآن، ربما الصورة التي نقلت من البحرين وطرحها باسم تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت في تونس على المستوى الشعبي. تابعنا لقطات احتجاج قوية، مجسمات، مظاهرات ضد قدوم الأمير محمد بن سلمان، ولافتات حتى على نقابة الصحفيين التي تحدثني منها الآن من تونس، واحدة من ممثليها الأستاذة سكينة عبد الصمد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. يا سيدة سكينة، أهلا بك في نقطة حوار. لماذا يقفز الصحفيون التونسيون إلى كل هذا النوع من الاحتجاج وربط قضية خاشقجي بمحمد بن سلمان ولا شيء مؤكد إلى الآن، الأمر قيد التحقيق؟ اسمح لي على قبل أن أتحدث على أو أن أجيب على هذا السؤال أن أعقب قليلا على ما قاله الأستاذ من البحرين بأنه احنا تؤلبنا أيادي أو أجندات خارجية بما فيها تركيا. احنا لا نؤلبنا إلا مبادئنا، إلا قيمنا، إلا دعمنا ووقوفنا إلى جانب حقوق الإنسان وضد كل جرائم في مجال حقوق الإنسان. احنا كنا استجهنا زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتبار أنه هو المسؤول الأول في الحكم في المملكة السعودية، باعتباره ولي العهد وهو المسؤول الأول على السياسة داخل المملكة السعودية. والجريمة بحق ارتكبت بحق جمال الخاشقجي، صحفي جمال الخاشقجي، هي جريمة لم تتم في الشارع، هي تمت داخل القنصلية السعودية. ولذلك فالمسؤول الأول إلى أن تظهر ولا يؤكد الإثباتات، المسؤول الأول على حمايته وعلى أمنه هو الحاكم السعودي، معناه يعني ذوي النفوذ في السعودية. الربط لم يكن ضد السعودية بالمجمل، الربط والاعتراض الكبير واللافتات صحيح، واللافتات التي رأيناها كانت وكأنها تقر أو تقفز على الحكم، ووصلت بالفعل لنتيجة أن بن سلمان هو المسؤول. أليس في ذلك تسرع تعتقدي؟ لا، هو أليس تسرعا، باعتبار احنا الى حد الان الجريمه هي ارتكبت منذ 2 اكتوبر، الجريمه ارتكبت داخل القنصليه السعوديه كما قلت، والمسؤول الاول على امن اي مواطن داخل هذه القنصليه هو بالنسبه لنا ولي العهد السعودي، الامير ولي العهد السعودي بن سلمان، باعتباره هو كما قلت المسؤول الاول على السياسه في داخل المملكه السعوديه. ولا نحن لا نجذب المملكه السعوديه باعتبار، بالعكس نحن نساند الشعب السعودي، ذلك شيء مفروغ منه. لكن الحكم اليوم، لماذا هذا الغموض يعني حول هذه القضيه، ولما
لا لم تخرج أولي النفوذ في السعودية وعلى رأسها ولي العهد بالتوضيحات وحول هذه الجريمة. هذا من جهة، باعتبارنا إلى اليوم ما دام لم يتم أي توضيح فالمسؤول الأول يبقى الحاكم السعودي، هو المسؤول الأول على هذه الجريمة. طيب لكن وما لم يكشف هذه الحقائق فهو المسؤول. نعم، لدينا مواقف رسمية تختلف تماما عن المواقف الشعبية وحتى مواقف الصحفيين يا سيدة سكينة، سأبحث فيها معك، لكن خليني أستمع لرأي نصر أرجوكي. نصر يتحدث من بريطانيا هنا، كيف رأيت الزيارة؟ لدينا وجهتي نظر يا نصر. لدينا من يرى أن هذه الزيارة هي بالأساس لتشكيل رأي وجبهة عربية موحدة وتنسيق وتشاور ما بين الدول التي زارها الأمير، وبين من يرى أن الزيارة بالمقام الأول لتجميل صورته وهو لم يكن مرحب به ما بعد ما حدث لجمال خاشقجي. نعم، أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. نصر العيسى، أي للتصحيح فقط. هل تسمعني الآن؟ أسمعك جيدا جدا يا عزيزي، تفضل. نعم، بالنسبة لل قبل الجواب على السؤال أو الإجابة على السؤال، لازم نفهم أو نعرف ما هي طبيعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. طبيعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية بالتحديد هو بين ثلاثة مشاريع: المشروع الإيراني التوسعي وأدواته من بعض الميليشيات الشيعية وغيرها، وكذلك المشروع التركي التوسعي وبعض أدواته من الإخوان المسلمين وبعض الحركات التي تصف نفسها بأنها حركات إسلامية. وبالمقابل هناك المشروع العربي الذي تقوده السعودية ومصر وبقية الدول العربية. بالنسبة لزيارة الأمير محمد بن سلمان للدول العربية الأخرى، أنا أعتقد أو أجزم أنها تكون ضمن هذا الإطار لمحاولة لفلفة ولملمة الصف العربي وإنشاء المشروع العربي في مواجهة الأخطار التي تهدد الأمة العربية بشكل خاص. وفي الوقت الحالي هناك ثلاثة أخطار: الخطر الإسرائيلي والخطر التركي والخطر الإيراني. ما تحدث به الأخت من تونس أنه يعني عن جمال خاشقجي وغيرها من القضايا التي تفرض ضد السعودية، طبعا كل طرف من الأطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط يجير إعلاميا هذه الزيارة لصالح مشروعه. وهناك للأسف الشديد بعض الأفراد أو بعض العرب أو من الأخوان العرب الموجودين في المنطقة يتبعون هذه المشاريع التي تعادي الأمة وبجهل. أو إلى ماذا تشير تحديدا يا سيد نصر؟ لماذا تشير تحديدا؟ يعني ضيفتي الأستاذ سكينة تسمعك وهي من ضمن المؤيدين للتظاهرات التي خرجت، وحتى نقابة الصحفيين رفعت دعوة حتى لكي يمنع محمد بن سلمان من القدوم إلى بلدهم. إلى ماذا تشير؟ خلينا نتحدث مباشرة حتى أستمع من تعقيب من ضيفتي. نعم، أشير مباشرة إلى أذرع إيران وأذرع تركيا في المنطقة العربية، وهم من يثيرون هذه القلاقل. طيب، هو الأمران لا يستقيمان أعتقد، يعني أيهما تونس مسؤولة عنه؟ يعني تونس أو نقابة الصحفيين في تونس، هل هي ذراع تركيا؟ هل هي ذراع إيران؟ إلى ماذا تشير تحديدا؟ أشير إنها ذراع تركيا، مثل ما قطر هي من أذرع تركيا في المنطقة، مثل الإخوان المسلمين كحركة عالمية من يعني من أذرع تركيا في المنطقة. أشير إلى هذا الأمر. إضافة، دعني أعقب على حديث الأخت من تونس، تتحدث أنه قتل جمال خاشقجي، وهذا قضية مدانهم الجميع مننا جميعا، وهي قضية جنائية. يقول أنه قتل، ليس يعني لم يقتل بالشارع، لكنه قتل داخل السفارة. ولذلك نحن نطالب، إذا كان قتل بالشارع، هل كانت هذه الأخت تطالب بتركيا؟ يعني تطالب رئيس أردوغان إذا حضر إلى تونس تخرج ضده؟ طيب، هو إحنا لا نستطيع أن نقفز للسيناريو آخر، سيأخذنا لي حلقة ثانية تماما يا نصر. نحن نتحدث الآن عن جريمة بكل المقاييس حدثت داخل مقر بعثة دبلوماسية لدولة ما، والآن ضيفتي تتحدث أن هذا أبسط دليل أو أبسط سبب أن يمنع ممثل الدولة أو يعني رأس السياسة في الدولة من القدوم إلى بلدها. شكرا جزيلا. لكن النقطة التي ذكرها السيدة سكينة تتكرر الآن بين ما قاله ناصر وما قاله باسم. هو تحدث ناصر كان أكثر تحديدا، هو قال تركيا وقال الإخوان المسلمين،
وهذا ببساطة يجب أن نكرره، خاصة أن وزير الخارجية التونسي نفسه قال إن صحيح جريمة خاشقجي بشعة، لكن لا يجب أن نستغلها سياسيا أو أن تتسبب في سوء العلاقة ما بين الدولتين. دعني أقول للأستاذ المتحدث المتدخل ضيف البرنامج أنه إحنا لا تؤلبنا لا تركيا ولا قطر ولا المملكة السعودية ولا غيرها من أي من القوى التي تحمل في أجنداتها أعمال إرهابية. فإذا كان قطر أو تركيا أو غيرها متهمة بتمويل الإرهاب، فالسعودية أيضا متهمة بالإرهاب المقابل. فما يجري في على الأراضي اليمنية اليوم هو إرهاب وإرهاب مقابل. هناك من فهناك جماعات إرهابية وهناك الحوثيين وعصابات إجرامية تقتل وتقوم بالإرهاب داخل الأراضي اليمنية، لكن أيضا هناك تحالف عربي تقوده المملكة السعودية يقوم أيضا بدعوة مقاومة الإرهاب بالإرهاب المضاد داخل الأراضي اليمنية. حتى نكون واضحين، نحن لسنا لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، نحن نناصر حقوق الإنسان ونناصر الإنسان بصفة عامة في كل معنى. نحن لسنا مع أي طرف يقوم بانتهاكات حقوق الإنسان ويقوم بالجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وزير الخارجية أستاذ السكينة، نعم، من ضمن تصريحه، نعم، ما يفهم أن الصحفيين أو نقابة الصحفيين ببساطة ربما تستغل هذا الحدث، نعم، سياسيا. يعني الرئيس نفسه استقبل بن سلمان استقبال شديد الحفاوة، نعم. لدينا فجوة كبيرة ما بين الموقفين. نعم، هناك فجوة بين الموقفين، واحنا تحدثنا واستغربنا واستهجلنا أكثر حتى من الاستغراب من موقف الرسمي التونسي، أولا من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي باعتبار أنها فقط كان موقف مع الأسف الشديد وموقف هزيل، باعتبار أنها قالت أنه معناها لا يجب استغلال هذه القضية أو هذا الحادث كما قالوا للتأليب على المملكة السعودية وأمنها واستقرارها. معناها هذا موقف غير واضح وغير معناها قوي باتجاه هذه الجريمة. ثاني حاجة أيضا، هناك ليس هناك موقف رسمي تونسي بما يجري على أراضي اليمن. هذا نحن نستغرب له، ونحن كحقوقيات وحقوقيين لنا كل الحق بالتعبير عن رأينا حتى وإن كان مخالفا للموقف الرسمي. نحن ليس لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، نحن مع الحق، نحن مع حقوق الإنسان، نحن ضد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. طيب، هذا حتى نكون واضحين. صالح، نعم، معي من السعودية سيدة سكينة، أرجوك دعينا نستمع لرأيه. يا صالح تفضل. حياك الله استاذ كريم. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا ومسي عليك وعلى الاخوان المشتركين، الاخ باسم والاخ ناصر والسيده سكينه. انا اتمنى عليها يعني ان لا تزايد مثلا على السعوديه بسبب جريمه خاشقجي رحمه الله، في حين ان السعوديه نفسها ادانت الجريمه باشد العبارات وكانت شفافه يعني كثيرا وواكبت الاحداث. وأيضا السعودية تعاملت مع هذه القضية بكل شفافية واعترفت بأمور صعبة جدا. يعني أنا أعتقد أن بعض الدول لا تستطيع أن يعني تتعامل مع هذه القضية كما تعاملت السعودية. أما بالنسبة للحملات الدعائية التي تتعرض لها المملكة، طبعا يأثر عليها عاملين أخي الكريم. العامل الأول وهو المشروع الإيراني، سواء إذا كان ظهر شيء في البحرين أو في غيرها، فالمشروع الإيراني وتأثيره وأتباع إيران يعني في هذه المنطقة في الشرق الأوسط هم الذين دائما يقفون ضد السعودية ويحاولون تشويه سمعتها. أما المشروع الثاني والعامل الثاني أخي الكريم هو الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والحزبية، وطبعا مع الراعي الرسمي تركيا وقطر، كل هذه الأشياء تؤثر على عواطف الشعب. يعني الزيارة نفسها يا صالح، خليني أعود إليها معك، أنت ترى أن الهدف منها لم يكن فكرة تحسين صورة الأمير بن سلمان أو حتى إزالة الكثير من اللغط الذي ربط بينه وبين جريمة مقتل خاشقجي، أنت ترى أن للزيارة هدف آخر؟
يا اخي الكريم، السعوديه طبعا تاريخها، السعوديه تحظى باحترام الجميع، وتاريخ السعوديه مرصع بالذهب. بس نحن لا نتحدث عن السعوديه يا صالح، نحن نتحدث عن الامير، الامير ليس السعوديه. الامير محمد بن سعود، الامير محمد بن سلمان هو طبعا ممثل الشعب السعودي ويحظى بشعبيه كبيره لدى السعوديه، لذلك هو يمثل السعوديه. الان يا اخي الكريم، الحملات الشرسه التي توجه ضد السعوديه وكانها تختزل السعوديه في قضيه خاشقجي رحمه الله او في قضيه اليمن. في قضيه اليمن يا اخي الكريم، السعوديه تدافع عن نفسها وفرت علينا تلك الحرب ولم نختارها نحن. لذلك السعوديه تدافع عن نفسها وحتى عن الخليج وعن الامه العربيه بالنيابه عن كل الامه. صالح شكرا جزيلا على المشاركة. سيدة سكينة، تونس ليست المحطة الواحدة، هناك دول كثيرة استقبلت محمد بن سلمان، حتى الأرجنتين هو في الطريق إليها ليشارك في قمة العشرين، وصل بالفعل وينتظر لقاءات مع قادة كبار. لماذا الإصرار على الربط ما بين أن هذه الزيارة مجرد وسيلة لتلميع صورته، فيما كل الدول الباقية أغلب ساساتها حتى تونس نفسها يؤكد أن الصورة لا تحتاج إلى تلميع؟ والله هو يقول ذلك شأنه، وأنا احنا اذا معناها حسب تقريبا الاتهامات الملمح لها، اللي احنا ممكن نعارض الاخوان المسلمين او ايران، نحن في اختلاف كبير وفي هناك يعني معناها تضارب كبير بين مواقفنا وبين ما نقوله وبين مواقف ايران او الاخوان المسلمين، واحنا بعيدين كل البعد على ارائهم ونختلف معهم اختلاف شديد. هذه من جهه. ثاني جهه، لماذا اذا زيارته الان قبل بعد ارتكاب هذه الجريمه وقبل اجتماع قمه العشرين؟ يعني اذا كان هناك تلميع لصوره شخصه كما قلت، وانت احسنت في قول ذلك، ولي العهد ليس المملكه السعوديه، فهو يمثل السياسه، سياسة المملكة السعودية، ولا يمثل الشعب السعودي. حتى نكون واضحين، هو زيارته كانت، وأقولها أنا على الأقل، أنا ما أراه أن زيارته كانت في هذه مثل هذا الوقت بالذات، هي بعد الفضيحة المدوية لجريمة اغتيال والجريمة البشعة والمروعة لاغتيال الصحفي السعودي، مهما كان اختلافنا مع توجهه. نحن لا نشاطره التوجه ولا نشاطره الرأي والفكر، وذلك شأن البلاط. نحن لا ندخل في هذه المتاهات. شأن البلاط باعتباره معروف أنه من صحف البلاط سابقا، هذاك شأنهم ولا نتدخل فيه ولا نشاطره، مهما كانت موقفه ومهما كان توجهه ومهما كان فكره، فالجريمة بقيت جريمة، وهي جريمة مروعة، ونحن نتعامل معها حقائق ولا مع ليس مجرد كلام. إذا يقول لي أنه اليوم أين هي الحقائق التي لا يزال يسودها الغموض والغموض الشديد حول هذه الجريمة؟ ما دامك لم يكن كشف للحقائق، فيبقى دائما المسؤول الأول على هذه الجريمة هو المسؤول الأول على السياسة في المملكة السعودية، حتى نكون واضحين وحتى تبدأ الأمور واضحة تماما. يا سيدة سكينة، جزيل الشكر على التواجد معنا. سيدة سكينة عبد الصمد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كانت معي مباشرة من تونس، شكرا جزيلا. ما زال لدي الكثير من الآراء أستعرضها على خطوط الهاتف وبطرق مختلفة، لكن الآن وقت الآراء التي وردت أونلاين. عودة لزميلي أحمد عبد الرازق. أحمد، أهلا بك من جديد محمد. حوار قوي ومشاركات في الحقيقة ما تزال تتدفق على صفحاتنا منذ بدأت تلك الجولة الأخيرة لولي العهد السعودي وحتى اليوم. على صفحاتنا نحن طرحنا عدة زوايا للحوار، أهمها ذلك التباين فيما يتعلق بأهداف الجولة الأخيرة لولي العهد السعودي بين ما تقوله السعودية وما أشرت إليه وما يقوله مراقبون معارضون لها، وما إذا كانت تلك الجولة حققت أهدافها بالفعل، ثم أيضا ذلك التباين في حالة الحراك الشعبي تجاه الجولة والتي بدت واضحة بين تونس وحدها والدول العربية الأخرى التي زارها بن سلمان قبلها، وهو أمر لفت نظر كثيرين في العالم العربي. ثم هناك ساحة مواجهة إن صح التعبير على تويتر بين أنصار بن سلمان من جانب ومناهضيه من جانب آخر عبر العديد من الهاشتاجات على خلفية هذه الجولة. أبرز الآراء التي ذكرت هذا التباين بين ما ذكرته السعودية وما ذكره المعارضون،
هذا جانب محمد، فكرة التباين بين أهداف الزيارة من وجهة نظر السعودية ومن وجهة نظر المعارضين هو جانب ركز عليه المشاركون كثيرا اليوم، وهو يرتبط كثيرا بالتساؤل حول ماذا كانت جولة ولي العهد السعودي قد حققت أهدافها بالفعل. خذ مثلا مما تحدثوا عن هدف هذه الجولة، سامر علي يقول: جولة قائد عربي مسلم لبلدان عربية وأجنبية تحمل رسالة واضحة لتركيا وقطر ولكل من حاول استثمار جريمة خاشقجي للنيل من المملكة العربية السعودية، كذا يقول. محمد علي عيسى يقول: جولة بن سلمان هي بالتأكيد من أجل تجميل صورته التي اهتزت كثيرا بعد مقتل خاشقجي، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. هناك خلاف واضح بين مشاركين اليوم حول تقييم هدف الزيارة. أسامة حضار: جولة ولي العهد السعودي للدول العربية هدفت للتعاون في عدة قضايا تهم الشأن العربي، أما من يرون أنه يريد تحسين صورته فأعتقد أنهم تأثروا بالإعلام الغربي على حد قوله. محمد غربي: جولة بن سلمان إلى الدول العربية ليست تلقائية، وهي مقصودة لتبييض وجهه وتحسين صورته وتسويقه من جديد أمام العالم بعد جريمة خاشقجي. رأي مختلف. عن تحقيق الجولة أهدافها يقول علي النور الراشدي: لم تحقق جولة بن سلمان العربية أهدافها المرجوة، وهو تحسين صورته بعد جريمة خاشقجي، فقد وجد عكس ما كان يتوقع حيث قوبل بالاحتجاج والرفض، هكذا يقول. طيب، الآراء التي قارنت ما بين الاستقبال الذي حظى به في تونس والاستقبال الذي كان في دول أخرى، كيف جاءت المقارنة؟ هذا جانب محمد يحظى باهتمام كبير على صفحتنا وعلى معظم وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، مقارنة واسعة جدا، لأن التباين كان واضح بالفعل خلال التغطية للمظاهرات في تونس التي رافقت هذه الزيارة. خذ مثلا هنا جمال الراوي، هو يقول: تونس بلد في معرض المقارنة بالطبع. تونس بلد فيه تيارات مختلفة، وبالتأكيد لم يكن منتظرا أن يرحب به الإخوان على الإطلاق، يقول. عبد القادر حسن: السبب بسيط، هو أن تونس أو في تونس حرية تعبير، يقول. سنى بن سعداوي تقول من تونس: تونس دولة فريدة بين كل الدول العربية، فهي تمتلك منظمات مجتمع مدني مستقلة عن الدولة، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب منظمات مدنية أخرى تعني بحرية الصحافة والتعبير وحقوق المرأة. هاني أحمد التوم أيضا: ببساطة تونس بلد حر يستطيع فيه التوانسة أن يقولوا ما يريدون عكس جميع الدول العربية الأخرى، وهذا لا يحتاج إلى توضيح كما يقول. عن مظاهرة الترحيب التي جرت في مصر ببن سلمان يكتب حسني رجب محمود على صفحاتنا: أعتقد أن الذين قاموا بمظاهرة الترحيب في مصر هم كائنات فضائية جاءت من مجرة بعيدة، يقول. وزارت ميدان التحرير الذي شهد أعظم ثورة إنسانية عرفها العرب ليصادف وجودهم زيارة ولي العهد السعودي، هكذا يقول. تويتر قلت أن عليه أفكار كثيرة أيضا متناقضة. بالفعل كما شرت محمد، تحول تويتر كالعادة إلى ساحة مواجهة بين أنصار ولي العهد السعودي ومعارضيه فيما يتعلق بالجولة، بهذه الجولة الأخيرة. سأقرأ من هناك هذه التغريدات. منظمة هيومن رايتس ووتش غردت على صفحته على تويتر مخاطبة ولي العهد السعودي، تقول: يد العدالة ليست قصيرة، وقد تطال المنتهكين حتى في قارة أخرى، تقول: يجب أن يتذكر ولي العهد السعودي ذلك قبل مشاركته في قمة العشرين في الأرجنتين، هكذا تقول التغريدة. المهندس العبيدي يغرد: جولة الأمير محمد بن سلمان في الوطن العربي بالحفاوة والاستقبال من الشعوب والحكومات العربية أعادت الأمل العربي، يقول، بعودة أمتنا بقيادة هذا الصقر إلى أفضل ما كانت عليه. الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس: زيارة ناجحة لسمو ولي العهد السعودي إلى تونس، توطيد علاقات، استمرار تعاون، كلمات الرئيس التونسي عبرت عن كل تونسي حر، هكذا يقول. وسام شرف قلد به الأمير محمد بن سلمان، يقول. أشرف يغرد أخيرا: الإجابة دايما تونس، يغرد من مصر، جملة أكدتها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، حيث قالت إنها البلد الوحيد القادر على معارضة زيارة محمد بن سلمان بعد اغتيال خاشقجي، بعدما قضى الانقلاب العسكري في مصر، يقول، على جميع، أو كما تقول الصحيفة، على جميع أشكال
الاحتجاجات، هناك حوار قوي جدا ومتسع عبر هاشتاجات متعددة محمد على تويتر. سنكمل نحن الحوار كذلك في بقية البرنامج يا أحمد إلى حين إن استطعت أن تجمع أفكار أو أراء ومشاركات جديدة. شكرا جزيلا. معي أنا مجموعة من الاتصالات الهاتفية، صافي وآمنة إلى الآن. آمنة من تونس على وجه التحديد أتحول إليها، تونس التي كما استمعت حتى من أحمد هي وكما تبعنا طبعا هي ربما شهدت أكبر قدر من الاحتجاج ضد هذه الزيارة. لماذا؟ هل فقط بسبب موضوع خاشقجي؟ اهلا وسهلا. هو الاكيد انه زياره بن سلمان طبعا في بلد مثل تونس يجب ان تلقى هذا الصدى وتلقى هذه الوقفه الاحتجاجيه القويه، لانه حقيقه المملكه العربيه السعوديه هي من البلدان التي يمكن القول والقول بصوت عالي انها اشهرت وساهمت في اجهاض جميع الثورات العربيه وحاولت قدر الاستطاعة أنها تجهد أو يعني تنحرف بمسار الثورة التونسية، ولكنها إلى حد الآن فشلت. وبالإضافة إلى الموقف القوي لتونس كان أيضا من بفضل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي حقيقة يعني كان لها موقف مشرف، ومنظمات المجتمع المدني القوية جدا في تونس، يعني منظمات المجتمع المدني تمثل قوة موازية لقوة أجهزة السلطة والدولة وحارسة إلى حد ما للديمقراطية التونسية. آمنة تسمعيني بشكل جيد؟ نعم تسمعيني بشكل جيد؟ نعم تسمعني أنت؟ أنا أسمعك بشكل جيد. سؤالي كان هل يمكن الاعتداد بكل هذه التظاهرات التي خرجت في وقت الموقف الرسمي يبدو مخالفا تماما؟ يعني الرئيس رحب كثيرا بمحمد بن سلمان، حتى وزير الخارجية قال دعونا لا نربط ما بين الجريمة التي وصفها بالنكراء وهي مقتل خاشقجي والعلاقة مع السعودية. يعني عادي في الديمقراطيات لكل البلدان، يعني الدولة أو ممثلي السلطة أو الرئاسة أو يعني الأشخاص الذين يمثلون الدولة تكون لهم زيارات مماثلة لزيارة بن سلمان أو غيره، ويكون أيضا صوت الشارع صوت مخالف. يعني في فرنسا أو في غيرها من البلدان الديمقراطية العريقة يكون مثل هذه الحالة، وتونس كانت دائما تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون يعني شقيقاتها او الشؤون الدبلوماسيه او التجاذبات، فهذه دبلوماسيا وبروتوكوليا لا مشكله لهنا في هذا، الا اذا كان للباجي نيه او قرر استعمال الزياره في حربه على الشاهد رئيس الحكومه والنهضه. طبعا هذه خطوه كهذه من قبل السبسي ستكون مؤلمه حقيقه لتونس الثوره بعد ان آلمت ويمكن القول آلمت محمد بن سلمان في قدومه لتونس، وزيارته عادت عليه بالولاء ولم تكن زيارة حقيقة. طيب هنا هذه النقطة تحديدا سأتحول بها إلى ضيفي الآن عبر الأقمار الصناعية من الرياض الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودي. يا سيد جاسر أهلا بك ورحب بك في نقطة حوار. سأتجاوز وجهة النظر الرسمية السعودية لأنها معروفة، الغرض من الزيارة توطيد العلاقات، بحث الكثير من القضايا المشتركة مع الدول التي زارها الأمير، لكن أريد أن أناقش ما ذكرته آمنة هنا وما ذكره المعارضون، فكرة أن هذه الزيارة لتلميع صورة الأمير بالمقام الأول وجاءت بنتيجة عكسية. آمنة قالت أنها جاءت وابل على الأمير محمد بن سلمان، تظاهرات كثيرة في بلدها وحتى دعاوى قضائية في انتظاره. مساء الخير. أهلا وسهلا. طبعا أولا السؤال المطروح هو بشكل واضح أنه هل حققت جولة الأمير محمد بن سلمان العربية أهدافها؟ أنا طول الوقت وأنا جالس اللي أنظر هي ثلاث صور محمولة ضد الأمير، هذا اللي كانت الصورة. الجولة العربية حتى الآن شملت أربع دول، كان مفترض إذا حنا نناقش القضية بهذا الشكل نناقش المسألة بالجولة العربية عموما بأهدافها. ظهور معارضين أو مختلفين هذا شان يخصهم سواء كان، لكن أنا أعتقد أنه من طابع المهنية عدم الاتكاء على مثل هذه الصور المحدودة وإعادة تدويرها طوال هالفترة الماضية على أساس أنها تمثل الموقف الشعبي. إذا بعض المعارضين من الغارب كانوا في ضيافة حافظ بشار الأسد، فكان الأولى من الطبيعي أنهم يطالبون بعملية وقوف السود القضايا.
ما مسألة القضايا يعني قانونية، لنتكلم بمنطق وعقل. هذا ولي عهد المملكة العربية السعودية، دولة رئيسية ومحورية ومهمة. أنا نتكلم قضية خاشقجي يعني، وأعلنت السعودية أنها جريمة وستحاسب المطرفين. ما عدا ذلك لا يوجد كلام آخر. التسريبات لا تعني شيئا، الترويج لا يعني شيئا. موقف ناس طبيعي أن يكون هناك أحزاب معارضة في أي مكان، جماعات يظهرون، هذا عشان يخصهم يعني إذا وقفوا ظهروا. لكن هل ممكن يتحول هذا الفعل المحدود إلى موقف سياسي يعني يختزل في إطار جولة شملت 4 دول وانتهت الآن في بونس آيرس إلى مثل هذه القضية؟ أنت تتحدث عن الفعل المحدود بمعنى التظاهرات؟ أنت تتحدث الفعل المحدود بمعنى التظاهرات التي خرجت في تونس؟ هذا ما تقصده؟ نعم، هذا جانب. أنا قلت تتكلم أنت على جولة عربية. أنا رأيي كان أسميتم الحلقة المظاهرات في تونس ضد الأمير محمد بن سلمان. ليس صحيح يا سيد جاسر، ليس صحيح تماما. ولذلك سؤالي لك عن هذه الدولة، لأن النقطة التي تتحدث فيها تحديدا ذكرها بعض المشاركين. هم قالوا أن، والعهد عليهم بالتأكيد على رأيهم، هم قالوا أن اختيار المحطات التي ذهب إليها بن سلمان كان بعناية لدول ربما هي أكثر استبدادا طبعا بين قوسين، العهد عليهم كما ذكرت، من السعودية، حتى لا تحظى باعتراض كبير. وبالتالي الدولة الوحيدة التي فيها قدر كبير من الديمقراطية هي التي خرج فيها الاعتراض الذي أنت تقول إنه بعض الصور يتم تكرارها. طيب، هل تعتقد، أنا بسألك محمد الآن، أنه هذه الدول أنت تصنفها استبدادية؟ أنا لا أصنفها يا عزيزي. هل تصنف الإمارات أنا لا والبحرين؟ أصنفها استبدادية. طيب، عذراً. أنا لا أصنفها أنا، لكن أنا أنقل إليك ما قيل العهدة أو الكلام على الكثير من المتابعين، وعلى رأسهم جمال عيد الحقوق المصري المعروف. بغض النظر، نحن نتكلم بغض دائماً النظر. في نقطة مهمة جدا. أنا طيب، أنا أتكلم معك كإعلامي أيضاً. أنا أطرح أنت السؤال أيضاً مقابل، وينهم الذين حضروا مؤتمر بشار الأسد؟ لماذا لم يتحدثوا عن جرم؟ إذا كنا نتكلم عن المهنية، الآن نحن نتكلم على برنامج يناقش بشكل مهني هل ما حدث هو موجود. أنا أقول أن ما حدث هو موقف يمثل فئة أو مجموعة معينة لأهداف الأغراضها، أبرزهم الذين كانوا حاضرين في لقاء بشار الأسد ولم يتحدثوا. لذلك لا يعنون أن لما تأتي ونتكلم نقول هل تقول أن الواشنطن بوست تعبر عن الموقف الأمريكي على سبيل المثال، وأن بالتالي يجب أن نكون نقول هناك مظاهرات؟ هل ترى أنه مثلا ترامب، والآن قبل قليل تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أنهم يمثلون رؤية استبدادية، وبالتالي هم وقوفهم إلى جانب المملكة هو وقوف أنهم الدول التي تتشارك في الاستبداد؟ هل كل هذه التحولات هي توقف الاستبداد لمجرد أن مجموعة ضئيلة في حوار تونس يمثلون صحافة لها موقف معين بغض النظر عن أيديولوجيتها؟ لا يهمني أيديولوجيتها ولا مواقفها، كانت هي التي تمثل التوجه أو المعارض. نحن نتحدث على جولة، إذا قلنا أن الجولة الأمير محمد بن سلمان هي جولة سياسية لها أهداف متنوعة ولا أسباب، وهي جزء من جولة وليست جولة نهائية، وتشمل تفاصيل كثيرة، ولم يكن لها الأهداف واضحة. لا، ليست تلميع صورة، لا حاجة، لا علاقة لها بموضوع خاشقجي. عزيزي، موضوع خاشقجي الله يرحمه جمال، ما حدث له جريمة بكل المقاييس، وتمت النيابة وحددت الأطراف المعنيين واللي تجري محاكمتهم. السعودية لا تدان على جريمة أعلنتها السعودية وحددت موقفها منها وبينت الفاعلين لها والعقوبات اللي تنتظرهم، وملف التحقيقات مستمر ومفتوح. ما عدا ذلك هذا لا يمس السعودية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بالسعودية. وحتى الموقف ناس وعارض وظهر، وعلى فكرة المعارضات والناس الوقوف يقفون في أي مكان، من حقهم يقفون. طب يعني هذا لم يؤثر كثيرا على زيارة الأمير تعتقد يا سيد جاسر؟ يعني لماذا الزيارة في تونس مثلا استمرت ل4 ساعات فقط؟ لماذا انتهت ببيان رئاسي وليس بمؤتمر للصحفيين يتلقى فيه الأسئلة، تم إلغاءه في آخر لحظة على عهدة وكالة رويترز مثلا؟ لماذا الغموض يحيط بالزيارة ويبدو الأمر الوكالة رويترز؟ أنا بسألك يا محمد، هل وكالة رويترز تمثل سواء الجهة السعودية أو الجهة التونسية؟ يعني أنا أستطيع أن أسرد لك مئات الأخبار اللي نشرتها رويترز، أخبار غير دقيقة وغير صحيحة. ولذلك أنت معي، ولذلك أنا أسألك على وجهة نظرك. أنا لا أعرف. الزيارات ليست الزيارات تختلف مددها بحسب
نوع النشاطات والاتفاقات او ما يجري خلالها، وليست انه خوفا او هربا. يعني هذا اصلا بحد ذاته الطعن انه الحكومه التونسيه حكومه مرعوبه ومتوليه. نحن نتحدث على، طيب اذا لو فرضنا ان الامير محمد راح الى واشنطن وظهرت مجموعه حامله لافتات امام البيت الابيض، هل ستظهر وتعد برنامج انه هو الوقوف التظاهر وانه هذا هناك رفض لزياره محمد بن سلمان الى واشنطن؟ يعني احنا نتكلم على منهج، انا لا يعنيني، نقول انه في ناس معارضين اهلا وسهلا، هذا شانهم يعني ويخصهم الموضوع. طيب. بغض النظر عن منطلقاتهم، بغض النظر عن اهدافهم، سواء كانوا يمثلون، يا ريتهم، اتمنى انهم يمثلون قيم مهنيه، اتمنى انهم يقولون، اما مساله انهم والله مطروح ومطالبه بمحاكم دوليه ومحاكمه دوليه، يعني احنا نتحدث عن الاعتراضات في تونس غطيناها، لكن ساتخطاها الى اعتراضات اخرى بعد ان استمع لراي صافي من مصر. يا سيد جاسر صافي، تفضل اطرح وجهة نظرك. You have not made a choice. طيب، آل يزيد من الجزائر. أهلاً وسهلاً. أهلاً بك عزيزي، أهلاً وسهلاً. تفضل. هو في الحقيقة من وجهة نظري أن الزيارة أولاً سلبية، سلبية بالنسبة للأمير في حد ذاته، لأنه كشف عن رأي عالم عربي مناهض لسياسة العربية السعودية. ثانيا زيارة خاطفة جدا، ما يدل على أنها زيارة تلميع وزيارة إعادة تسويق الملك مرة أخرى، وبالتالي زيارة خاطفة، لا هناك ندوة صحفية مع الصحفيين ولا إطلاع الرأي العام. طيب، السيد جاسر أجاب على هذه النقطة بالفعل وقال إن قصر الزيارة أو طولها يعتمد على جدول الأمير نفسه، وقال أيضا إنه الأمير لا يحتاج إلى تلميع صورته لأن ما فيش اتهام مباشر له بأي شيء إلى الآن. بالنسبة للجزائر مثلا، ثانية بالنسبة للجزائر، الجزائر لا تربح في أي شيء في هذه الزيارة، لأن أسعار النفط السعودية طعنت الجزائر في الظهر، وبالتالي أسعار النفط الآن انخفضت، فلأي شيء يعني تكون هذه الزيارة. ثانيا بس هو الأمير لم يزر الجزائر، لم يزر الجزائر يا يزيد. لا، انا اعبر عن يعني موقفنا من زيارته للجزائر، فهي في الحقيقه زياره بلا اهداف في الحقيقه الا تلميع صوره الملك واعاده تسويقه للعالم العربي، ولكن للاسف الشديد او في مصلحه الشعوب انها بينت رايها حول هذه الزياره وحول سياسه المملكه العربيه السعوديه. لماذا ننظر الى الزياره بهذا الاتجاه فقط؟ يعني لماذا لا يكون وجهه النظر السعوديه التي اعلنت بشكل رسمي هي ايضا وجهه نظر صادقه، فكره ان العالم العربي الان بحاجة إلى تشكيل موقف عربي موحد، والرجل ذهب للتشاور بالأساس في هذه الدول؟ لا، أنا أخالفك الرأي في قضية التوقيت، التوقيت غير مناسب، التوقيت جاء بعد ضجة عالمية حول مقتل الخشقجي، ثم يأتي لزيارة المغرب العربي وزيارة الدول العربية، فالهدف أظن واضح جدا، ولا يوجد أي أجندة أخرى سوى هذه التي نراها في الرأي العام وخاصة الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي. طيب يزيد، شكرا جزيلا. سيد جاسر، بغض النظر عن تونس، في الأرجنتين كذلك هناك مذكرة أخرى بانتظار الأمير، هيومن رايتس ووتش تقدم مذكرة أمام النائب العام في الأرجنتين تطالب فيه بملاحقته أيضا بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، ليس خاشقجي فقط هذه المرة ولكن حرب اليمن كذلك. لعلك حرب اليمن قبل قليل يمكن قرأتها وطلعت على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي حينما تحدث عن الدعم، موقف المملكة العربية السعودية في دعمها للشرعية في اليمن وبتحقيق الاستقرار ومواجهة النفوذ الإيراني والجرائم الإيرانية. هذا وضع طبيعي، هذا الذي يحدث. هيومن رايتس يعني تهاجم المملكة منذ 30 سنة، لم يسبق لها في يوم. أنا قرأت قبل لهم تغريدة صراحة مضحكة وغير لائقة، هيومن رايتس افترض مؤسسة عدلية تهتم بحقوق الإنسان وتسأل ولا تدخل في أيديولوجيات وصراعات، ما قيل وما كتب كلام لا يقول هناك قضايا تنتظرك وهناك. سيد جاسر، كي نكون منطقيين، يعني هيومن رايتس ووتش على خطأ، ورويترز على خطأ، ونقابة الصحفيين التونسيين على خطأ، أي جهة تثق فيها؟ طيب لم نقل على خطأ، احنا نقول ارتكبت رويترز ارتكبت انتهاكات مهنية في تغطية قضية خاشقجي، هذه حقيقة، وهي سجلت بعض الاعتذارات أحيانا في جانبها. نحن لا نتحدث، هناك حملة ضد المملكة العربية السعودية موجهة لها أسبابها، لها منطلقاتها، تختلف من دولة إلى أخرى وتختلف من برات. في أمريكا لها جذور
متصلة بمواجهة مع الرئيس الأمريكي نفسه وبالتالي وعلاقاته مع السعودية، وتم استثمار قضية خاشقجي. يعني مثلا لما نتكلم إذا الواشنطن بوست تنشر مقالة للحوثي في صفحتها نكاية في السعودية، هل هذه مهنية وهل هذا دفاع عن حقوق؟ وهذا قضية اليمن، هناك ناس مختلفون في أمريكا وفي دول أخرى لهم موقف من هذا الجانب. إحنا نتكلم على قضية تشكل تهديدا لأمن المنطقة وخطرها، ولذلك اليوم كانت تصريحات الأمريكية تؤكد هذا الجانب وتشدد عليه أن المسألة لا تقبل التهاون، ليست هي مساسة في اليمن، والسعودية لم تعتدي على اليمن، السعودية تقود تحالفا لدعم الشرعية في اليمن. من يرصد التقارير أو يتحدث عن كذا، هناك تغير كبير اليوم. التحالف القوات الشرعية اليمنية تتقدم بجانب كبير وتكاد تنهي هذا الملف بشكل كامل. نعم هناك معترض، نحن عالم مختلف ومتنوع وهناك وجهات نظر وهناك مواقف متعددة، هذا شان الجميع. يعني لا نقبل، احنا لا نطلب التأييد الكامل او المساندة الكاملة او الموقف الطاعة. طيب. في المقابل انا اقول لك ايضا في جولة الامير في جوانب ظهرت احتفالات شعبية، وهذه صفة لم تظهر ايضا للزعماء ولم تعد اصلا معهودة. في جانب هناك كاريزما الشخصية والقيمة هي اللي حاضرة. طيب. فنحن إذا تحدثنا في بيونس آيرس يحضر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية رئيسا لوفد الدولة رقم 18 في قمة العشرين وبصفة قمة العشرين، ما تتحدث عنه لمن رأيت وما ترفعه هذا شان يعنيها ولتتحدث. طيب. كما شاء يعني تدنى من سأتحدث عن قمة العشرين والرأي الدولي تحديدا في سؤال سريع لاحقا يا سيد جاسر، لكن صافي واضح أنه عاد إلينا، أتمنى بخط هاتفي أفضل هذه المرة. صافي تفضل. الله الحمد لله. يعني بحب نضيف سريعا على السعودية أن ترفع إيد عن اليمن، شعب اليمن يقرر مصيره. يعني السعودية لا، السعودية تقضي أن بدأ تدخل في شؤون اليمن وتحصل من 10 مليون تحت المجاعة. طيب بس خلينا في موضوع الحلقة أرجوك يا صافي، لأن قضية اليمن وما يدور فيها بحاجة إلى استماع من وجهتي نظر، لأن كل طرف يروي رواية مخالفة تماما لا نتبنى أيها. لكن زيارة بن سلمان على وجه التحديد لهذه الدول العربية والهدف من الزيارة، ضيف يقول أنها لا علاقة لها على الإطلاق بأي محاولة لتسويق الأمير لنفسه مرة أخرى للمجتمع الدولي. لا، هي عملية تنمية لصورة الأمير، لأن الصورة بتاعت الأمير اهتزت حتى من ضمن العيلة الملكة في السعودية نفسها، الصورة اهتزت اهتزاز شديد، وهو بيسعى لإخفاء الحقيقة العالم كله عارفها، وهو العالم بحاله عارف المملكة العربية السعودية ولي العهد أكيد ليه يد في مثل جمال خاشقجي، غير الحملات الإنسانية الحاجات الإنسانية الخطيرة اللي بتحدث في اليمن تحت قيادة التحالف السعودية الإمارات، كلها حاجات مرتبطة ببعضها. فعملية تنمية حتى إنهاء إنهاء الدول عن مسار وشكل العلاقات تحت قيادة محمد بن سلمان. طيب صافي شكرا جزيلا. سيد جاسر، الشق الدولي من الزيارة والوصول إلى بوينس آيرس والموقف الأمريكي يبدو إلى الآن، وإن لم يتم التأكيد على لقاء رسمي ما بين الأمير ودونالد ترامب، إلا أن يبدو أن الموقف الأمريكي جيد، ليس بعيد عن أو ليس مضاد على الأقل أو معادي للسعودية. بقية العشرين لا 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 لا, 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 لا. ليس جيدا. يعني الموقف الأمريكي موقف حليف مشترك في جوانب وملفات معينة، نعمل لمحاربة الإرهاب لمواجهة تحقيق الاستقرار في المنطقة. أنا لا، يعني إذا كان كل هذا الكلام جيد، أنا أتحدث عن الأمير على وجه التحديد. لا أنا أتكلم الموقف. الأمير هو يمثل المملكة العربية السعودية، الأمير لا يمثل نفسه. ما الذي ينتظر من بقية ينتظر التسعاب والاتفاقات؟ ماذا ينتظروا؟ ينتظروا الترحاب ولا الأمير محمد بن سلمان يمثل المملكة في قمة تجمع زعماء العالم لها دلالاتها وتحتل المرتبة 18. ما الذي ينتظره؟ إذا هناك مواعيد واتفاقات وترتيبات ولقاءات ثنائية كان بها، ما في لقاءات هذه قصص مختلفة حسب توجهات واهتمامات والمشاريع بين كل دولة. أما اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب، إن يعني سواء تم أو ما تم، لم يكن هناك أصلا هناك علاقة تحالف بين البلدين، هناك تعاون مستمر واتصال مستمر. ليست دولة مثل الصين بينهما جفاء وتباعد بحيث أن هناك يعني التقاء الفرص المعينة للحديث والاجتماع.
هذا مسألة مفتوحة، فبالتالي ما المشكلة يعني؟ وما الذي ينتظر؟ القمة ستعقد، ستناقش القضايا العالمية، وسأل الأمير محمد بن سلمان رئيسا لوفد المملكة العربية السعودية موجودا وحاضرا ومشاركا وفعلا، وتنتهي لقراراتها، وهذا بشيء طبيعي. هل طيب تتوقع أنه سيهب العالم ضد الأمير محمد لمجرد مجموعة قالوا؟ أنا بسألك يا سيد جاسر، أنا لا أتوقع، لا أقفز الاستنتاجات، لا، وأنا أجاوب لأنه أنا عشان يا محمد عشان أجيب على نوع الأسئلة يعني. طيب تمام، الإجابة وصلت عزيزي، للأسف الوقت انتهى، لكن جزيل الشكر، شرفتنا أستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي عبر الأقمار الصناعية من الرياض، شكرا جزيلا. الثواني المتبقية لزميلي أحمد عبد الرازق، ربما وردت آراء أخرى أونلاين. نعم محمد، من آخر ما ورد من مشاركات، أقرأ تغريدة علي مراد على تويتر ويقول: مشهد الحشود في تونس هو رسالة قبل كل شيء للعائلة المالكة في السعودية، إنها سابقة أن تخرج تظاهرة في بلد عربي رافضة لزيارة حاكم سعودي لبلدهم، فقد أسقط بن سلمان الهالة التي حرص على فرضها على شعوب البلدان العربية. إليك محمد. شكرا جزيلا أحمد على هذه الأراء، استمروا في الإدلاء برأيكم على bbcarabic.com أو من يفضل التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكيد نافذة تويتر وفيسبوك مفتوحة لإرسال الأراء المختلفة أونلاين على وجه التحديد، لكن موعد خطوط الهاتف المباشرة يتواصل معكم بعد قليل، أستقبل اتصالاتكم على BBC عربي. أنا محمد عبد الحميد.